بعد كده بعد اذنك يا استاذ تطلع بره يا استاذ، ما ينفعش كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انا ماركو صاحب سامح من اوكرانيا، خليهم يطلعوا بره، وانت اكيد فاهم ليه. اسمعك بيه، طيب سيبونا شوية، سيبونا شوية. اتفضل تعالي اتفضل. يلا يلا اتفضل يا باشا، اتفضل. هارد لك يا أنكل على اللي حصل في مخزن السويس. أنا طبعا عارف إن هي خسارة كبيرة، بس أهم حاجة إنكم كلكم كويسين ومحدش حصل له حاجة، ولو على الفلوس تتعوض، ويا رب تبقى آخر خسارة ليك.